بتعمل زبالة شكله غير هيدا مثل اللحم المبارد شو عم يطلع اشياء حلوة المستشفيات والمؤسسات الصحية اللي نحن نتعامل معها يعني نحن هدفنا طبعا المسألة العالمية اللي هي عيننا وبنفس الوقت هي يعني وظيفتنا للمجتمع شبكنا فيه في ذلك الوقت هو الأعضايا هذا هذا حصل في عالم الأجنبي لأنه منو دمي منو أخويا بيعرف إنه إذا شبك بيقدر يشوف في مكات مشان تشجيع الشباب إنه تعمل البحث لازم تجربي نحكي بأمور جروب عم نحكي في عنا البارت الديفلوبمنت ديبارتمنت اللي هو المؤهلين والمدربين للأطفال حاليا مثلا طبعا بس يكون في عنا حالات يعني فوق طبيعة وبالحقيقة مثلا اللجنة